به الآن وصلنا للكومبوننت ديد أبديت. كما قلنا كومبوننت ديد أبديت هي المسؤولة على أي تغيير باش يصير في الكومبوننت متاعنا، أي تغيير باش يصير في الكومبوننت متاعنا. مثلا كما شنو احنا خدينا في الفيديو السابق، فقط حبيت نوضح لكم ديد ماونت لهنا، لكن هذه تجي في ديد أبديت أنه باش تعدل على ستيت وكليك، من المستحسن أنك تشتغل في الكومبوننت ديد أبديت. خلينا نرجع هذه كونسول دوت ريندر. به نجي لهنا نكتب كومبوننت ديد أبديت. به الكومبوند ديد ابديت شنو تاخذ مني؟ تاخذ مني البريف بروبس اللي البروبس معناها القديمه، وتاخذ مني البريف ستيت، البريف ستيت البريفيوس ستيت القديمه، وتاخذ مني فاريبل اخر اسمه سناب شات. واضح؟ سناب شات. به انا لو فرضنا مثلا عندي فاريبل مثلا اسمه اكس لهنا، عندي فاريبل اسمه اكس، به عندي فاريبل اسمه اكس لهنا، ما فهمتش علاش نعاود فيها الكلمه. به باش نجي لهنا نعمل باتون مثلا، باتون ديما ناخذوه المثال هذا، حتى في الموقع الرسمي بتاع رياكت جي اس ياخذوا في المثال هذا باش يوضحوا لك يفسروا لك بيها فكره الكومباوند ديد ماونت والكونستراكتور والريندر والديد ابديت وكيفاش تشتغل. مثلا باش نعمل لهنا اون كليك، اون كليك، عفوا اون كليك، باش نقول له لهنا وقت نكليك عليك البطن هذا شنو باش تعمل؟ باش تعمل لي انكريمنت. شنو هو الستيت نتاعي؟ باش نقول له ذيس دوت سيت ستيت، ستيت القديمه باش نغيرها بحاجه اخرى، معناها باش نقدم بواحد مثلا ذيس دوت ستيت دوت كاونت دوت اكس، سامحوني دوت اكس بلس 1. واذا باش نعمل خلينا نعمل بطن هاكي، خلي يرجع للستار، وباش نعمل باتون اخر باش يعمل لي ديكريمنت، هذا انكريمنت، والباتون الاخر باش يكون اسمه ديكريمنت، باش يعمل لي ديكريمنت. سهل اصدقائي، فقط تركيز تفهموه. به كيما تشوف كي باش نكليكي على الباتون هذا، خلينا نطبع اول حاجه اتش 3 مثلا، خلينا نقوم بحذفه هذا الكل زايد من ويلكم تو هوم بيج، فقط خلينا اتش 3، ونحب نطبع مثلا الاكس نتاعي هذاك ذيس dot state dot x control s. ويجي خلينا نشوفهم مع بعض، نعمل increment لهنا، شوفوا مع بعض شنو هو شبيه ما يغيرش. this dot state x x plus 1. اوكي خليك الكومنت هذا خلينا نغيرها، نعملها كومنت قبل كل شيء. به increment y ما يعملش في increment، شنو المشكل هنا؟ فما حاجه كاتبينها بالغلط. ستيت او ستيت كاتب لهنا ستيت، شوفوا مع بعضنا كاتب ستيت اكس اكس انكريمنت، شوفوا قدامنا كيفاش يقدم الاكس نتاعنا ذا كيفاش يكبر، وكي نكليكي ديكريمنت هكا ينقص الاكس نتاعنا. واضح؟ به هذايا نحب مثلا كي يصير تعديل نحب نشغل فانكشن هنا تكون تلقائيه، الفانكشن دي تبع اللايف سايكل هوكس تشتغل وحدها من غير من غير ما نعمل لها منادات، من غير ما نشغلها انا، معناها تشتغل وحدها، اللي هي شكون؟ اللي هي الكومبوننت ديد ابديت. كيما تشوفوا هنا قبل ما نشغل الكومبوننت ديد ابديت، قبل كل شيء خلينا نعمل كونت، نعمل كومنت لهذايا، اجا نعاود نحمل الكومبوننت. كيما تشوفوا لهنا هذا من وقفنا الفيديو السابق، الكونستراكتور اول حاجه يشتغل، وبعد يشتغل الريندر نتاعنا، وبعد الكومبوننت ديد ماونت، ونقدم كيف ما نحب انا، فقط يقعد الريندر هو اللي يتغير. علاش الريندر هكا هو اللي يتغير؟ شوفوا قدام قاعد يتغير، راهو الريندر لهنا قاعد يتبع لي، راهو انه قاعد يكبر ويصغر، الريندر قاعد يتغير لهنا. علاه؟ لاني قاعد نغير في الاكس هذه، قاعد نغير في الاكس هذه، قاعد نقدم فيها الاكس هذه، هذه اكس شنو كاتب كاونتر انا هنا؟ اكس كاونتر هذا منين جبته انا كاونتر؟ القديم، اوكي القديم. انكريمنت كما تشوفوا قدامكم، كونستراكتور، ريندر، كومباوند ديد ماونت، والريندر فقط هي اللي قاعد تتغير وهي اللي قاعد تشتغل. واضح؟ انا نحب لهنا نحب نشغل فانكشن وقت يصير اي تغيير في ستيت ولا في البروبس ولا حكايه، نحب فما فانكشن تشتغل لي تلقائيا، اللي هي شكون؟ هي كومباوند ديد ابديت. نشوفوا مع بعضنا كونسول دوت لوج، ونطبع كومباوند ديد ابديت. ركز معايا صديقي شويه بركه، تو تفهمني شنو قاعد نقص بها كومباوند ديد ابديت. خلينا نطبع مع بعضنا، نعمل رودود البيج. كيما تشوفوا هنا كونستراكتور والرندر نتاعنا يشتغل والكومباوند ديد ماونت، فقط الكومباوند ديد ابديت ما اشتغلتش. وقتاش تشتغل الكومباوند ديد ابديت؟ وقت انا نعمل تغيير، او باش نكليك انكريمنت، تك شوفوا شنو عطاني رندر كومباوند ديد ابديت، انكريمنت مره اخرى رندر،
وكومباوند ديت ابديت، انكريمنت مره اخرى اعطاني ريندر وكومباوند ديت ابديت، انكريمنت كيف كيف، وحتى كي نعمل ديكريمنت باش نعمل ديكريمنت توا ديكريمنت وانا يعطيني ريندر ويعطيني كومباوند ديت ابديت. يعني شنو نفهموا من هنا؟ ان الكومباوند ديت ابديت وقتها تشتغل وقت يتم تعديل على الكومباوند نتاعنا، وقت يكون فما تعديل في الكومباوند نتاعنا من داخل بالوقت ذاك يشتغل. وتحبوا نعرفوا التعديل هذا شنو، ايش نطبعوا مع بعضنا الفاريبل اللي نستحقوه هنا اللي اسمه بريف ستيت. بريف ستيت بالنسبه للبريفس بروبس هذا معناها مجعول البروبس، وسناب شات حاجه اخرى. البروبس هذا خاطر ماناش عاملين بروبس، لان احنا نتو قاعدين نعدلوا في الستيت، معناها باش نطبع كان الفاريبل هذا اللي اسمه بريف ستيت. اجي بعد نعمل كنترول اس ونشوفوا قدامنا، نعمل ردود البيج كما تشوفوا كونستراكتور الريندر هو اللي يشتغل، كومباوند ديد ماونت يشتغل، الكومباوند ديد ابديت مازال ما اشتغلش. وقتاش يشتغل؟ وقت نعمل تعديل. باش نعمل انكريمنت تك شنو عمل لي ريندر وعمل لي اكس، طبع لي اكس اللي هي صفر وكومباوند ديت ابديت. يقول قايش بعد طبع لك صفر لهنا؟ لانه هو يطبع لك في الاكس القديمه، يعطيك في البريف ستيت يعطيك الاكس القديمه. خليني كليكي مره اخرى انكريمنت، شوفوا شنو عطاني ريندر والاكس الجديده. هاي الاكس القديمه اللي هي اكس كانت اكس واحد وكل شيء، خاطر لانه توا اثنين واضح، وعطاني كومباوند ديت ابديت. وين نطبع فيهم هذوما؟ هم مكتوبين لهنا راه اهو، سيت نعملها تحت السطر هذا تحت كومباوندد ابديت باش ما تدخلوش بعضكم. انا عملتها لهنا كومباوندد ابديت وبعد طبع لي بريف ستيت. نعاود من الاول، شوفوا كونستراكتور ريندر كومباوندد ماونت، نكليكي انكريمنت، شوفوا شنو عطاني ريندر كومباوندد ابديت وعطاني الاكس القديمه. نزيد نكليكي مره اخرى انكريمنت تك، عطاني ريندر كومباوندد ابديت والاكس القديمه اللي هي شنو كانت واحد تو ولات اثنين. تو باش نمشي لثلاثه، شوفوا مع بعضنا شنو باش نعمل انكريمنت. مشيت لثلاثه شنو عطاني ريندر كومباوندد ابديت، الاكس راي اللي كانت اثنين واضح، تو راي ولات ثلاثه. نعمل ديكريمنت كيف كيف، زاد ديكريمنت شنو قال لي ريندر وكومباوندد ابديت راي الاكس كانت ثلاثه، كانت ثلاثة هاي كانت ثلاثة هكا ولا. نزيد نعمل ديكريمنت يقول لي ريندر كومباوندد ابديت الاكس كانت اثنين واضح. يعني الكومباوند ديت ابديت ما تشتغل الا ما يتم تعديل في الوسط الكومباوند نتاعنا، وقت نعدله في ستيت نتاعنا ونعدله في البروبس نتاعنا. احنا تو عدلنا في ستيت، علاش اشتغلت فقط على الفاريبل هذا اللي اسمه ستيت؟ اذا غيرنا في البروبس نجم تطبع البروبس نتاعك، لانه البروبس تو ما تغيرش، معناها مانيش مشتغل بالبروبس لهنا، مانيش عامله يعني في الاب دوت جي اس لهنا مانيش معدي بروبس. وين الهوم نتاعنا؟ هاوكا الهوم نتاعنا مانيش ممر حتى بروبس لهنا واضح. به شنو نفهم من الكلام هذا؟ انه اول حاجه تشتغل عنا هي كونستراكتور، ومن بعد يتم تشغيل الريندر، ومن بعد يتم تشغيل الكومباوند ديت ماونت. وقت ايش يشتغل الكومباوند ديت ابديت؟ وقت يتم التعديل. وقت يتم التعديل شنو يشتغل معاه؟ يعاود يشتغل الريندر من جديد، يعني يعاود يحمل الهاش تي ام ال نتاعنا من جديد، لانه الاكس هذه ملي كانت فيها صفر مثلا، انت كي باش تعمل ابديت الوقت هذاك باش يغيرها الاكس من صفر لواحد، ومن بعد كي تعمل ابديت مره اخرى باش يغيرها للاثنين. هي من الواحد لاثنين هكاك، وكي بزيد تكليكي مره اخرى ابديت يبقى يغيرها لثلاثه، هكا عليها الرندر كيف كيف باش تقعد تشتغل واضح. هذا هو اللي حبيت نفسره لكم في اللايف سايكل هوكس. تو باش ناخذ الفيديو القادم اللي هو شنو باش ناخذ اللي نستحقوها ياسر، شولد كومبوننت ابديت، شولد كومبوننت ابديت وشنو نستحقوها. بالنسبه للكومبوننت ويل ان ماونت باش نحكيوا عليها، كومبوننت ويل ان ماونت ما يتم تشغيلها الفانكشن هذه تلقائيا الا وقت مغادره الكومبوننت، يعني وقت يموت الكومبوننت هذاك كما فسرتها في الفيديو السابق، انه كي نغادر الاباوت لهنا بالوقت تشتغل الكومبوننت ديد ان ماونت واضح. وتو نقول لكم فاش تستحقوها الكومبوند ديد ان ماونت. يلا الى اللقاء، نتقابل الفيديو القادم.